أهلا بكم. ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم تزايد حالات التحرش الجنسي في الآونة الأخيرة. في الوقت نفسه دعت رئيسة المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت تلاوي في مؤتمر صحفي اليوم إلى وضع قانون يتعامل بكل قوة مع ظاهرة التحرش الجنسي التي زادت في الآونة الأخيرة لدرجة وصلت إلى حدوث حالات تحرش جماعي خلال المظاهرات والمسيرات التي تشارك بها السيدات. واعتبرت تلاوي أن من أسباب هذه الظاهرة ما وصفته بالتهميش السياسي الذي عانت منه المرأة منذ ثورة يناير، وكذلك التصريحات الصادرة من بعض مؤسسات المجتمع والتي تحقر من شأن المرأة على حد قولها. للنقاش حول هذا الموضوع، هذه القضية، معنا هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد حلمي المحامي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين. أهلا بك أستاذ أحمد. وأيضا أستاذة مي صالح، عضو مؤسسة المرأة الجديدة. أهلا بك أستاذة مي. أبدأ معكما من هذا السؤال، حالات التحرش الجنسي زادت بشكل كبير، هل هو عامل اجتماعي بيتم استثماره الآن في السياسة أم أنه عامل سياسي بحت أستاذ أحمد؟ لا، هو مش سياسي بحت طبعا. الظاهرة كانت موجودة من الأول، بس كانت موجودة على استحياء، يعني كان لازال في حياء في انها تتم في الشارع بهذا المنظر الفج. يعني اللي طرحها بشده الفتره اللي فاتت استخدامها السياسي، لكن هي من الاصل كانت موجوده بدرجه قليله في اماكن معينه في مناسبات محدده، لكن كانت موجوده. كانت موجوده طبعا، اللي هو التحرش الجماعي بالظبط. الفكرة كمان برضو، يعني الجزء اللي حضرتك بدأت بيه المقدمة جزء يعني مش منطقي إطلاقا، إن نتيجة تهميش المرأة يعني ونتيجة تحقير المرأة، يعني المرأة ما خدتش دورها بعد الثورة، فأنا هنزل الشارع اللي أشوفها أضربها مثلا. الربط هنا مش منطقي، مش عقلاني. لا، هي ده اللي قالته السيدة ميرفت تلاوي، السفيرة ميرفت تلاوي. كلام مش منطقي، كلام مش متوافق مع المنطق. التهميش المرأة اللي مقصود من الناحية السياسية ان هي ما خدتش مكانة مناسبة، ما خدتش كوتا محددة لممارسة حقوقها السياسية. هي يمكن تقصد انه يأتي في اطار تهميش المرأة. انت الان انت بتقول انه تم استثمارها بشكل من الناحية السياسية، انه اي واحدة تنزل الميدان يتم التحرش بها تحرش جماعي، وده من باب التهميش بالمرة يعني. لا، عشان ما تجيش الميدان تاني. ده مش من باب التهميش، ده دي ظاهره غريبه اللي بتحصل في الميدان. دي ما كانتش موجوده، يعني من يناير 2011 احنا ما شفناش الكلام ده. حد حصلت، بس حضرتك قلت انه بيتم استخدامها دلوقتي. بيتم استخدامها، ظاهره موجوده بس بيتم استخدامها بهدف ده اللي احنا مش عارفين. ما هو ده اللي احنا مش فاهمينه. يعني لما انا شفت بعيني الفتره اللي هي قبل احداث الاتحاديه واحد باسبوع حاله تحرش قدام محمد محمود ما يزيد عن 1500 واحد وبيجروا ورا بنتين بس، أنا لا يمكن اتخيل ان دي حاله فيها رغبه جنسيه. مستحيل 1500 واحد تمام يبقوا مدفوعين بهذه الرغبه. امال فيها ايه؟ في احداث الحاله دي، في احداث حاله رعب في المكان ده. ليه؟ هو ده اللي احنا بنبحث عنه، ودي كمان مسؤوليه منظم المكان والمسؤول عن امنه. يعني احنا لما كنا بنبقى مسؤولين عن امن الميدان، منظم المكان ده هيبقى كام يعني عشان يقف وسط في مواجهه 1500 واحد؟ لا، اكتر. يعني اليوم اللي انا بتكلم فيه ده كان في اشتباكات في القصر العيني كانت مليونيه، وكان العدد ضخم جدا. الفكره ان المنظم مش مرتب، ما بيرتبش نظامه داخل الميدان، بتكون النتيجه انه بيفقد السيطره على الميدان، وبعد كده يقول سلام عليكم ويمشي ويسيب الميدان، تفاجئ ان الميدان اتقلب لبلطجه. الفكره مش في الحاجات اللي اتصورت بس في واللي نازله على اليوتيوب في لا، شوفي ما بعد انتهاء المليونيات بيحصل ايه. ده المنطقه بتتحول لحاله رعب، ما تقدريش تقربي من مدخل طلعت حرب. من السهل جدا يتفتح عليك سلاح وناس تثبت وتتسرق. دي كلها مسؤوليه مين؟ مسؤوليه اللي عمل الحاله دي في الميدان وسابها ومشي. في نفس التوقيت لما بنيجي نكلم الداخليه تقول لك انا ما اقدرش اقرب للميدان، لو حد ميري ظهر جنب الميدان هتحصل مصيبه. طب يبقى مسؤوليه مين اللي يحافظ على الامن المكان ده؟ نعم. استاذه مي، رايك انت ايه في هذه الظاهره؟ بصي، خليني اقول لك الاول انه التحرش كظاهره اجتماعيه قبل كمان ما ندخل في مرحله تسييسها، طبعا هي بادئه من زمان وموجوده في كل المواقع، سواء في التحرش في العمل، في نطاق الاسره، ودي من المواضيعات اللي مسكوت عنها، يعني في الشارع، في المواصلات العامه، يمكن في المستشفيات حتى، درجة وصل التحرش بالمريضات في المستشفيات وهم في مرحلة البنج يعني. وصوله هنا لمرحلة بقى التحرش الجماعي والاغتصاب الجماعي هي تطور طبيعي، لأنه في غياب لدور القانون ودور الدولة في تفعيل القانون.
لانه اللي بيعمل حاله تحرش لا بيتم التبليغ عنه، واذا تم التبليغ عنه ما بيتمش اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه معاه، ولانه في طبعا قصور في الناحيه القانونيه شويه، لانه ما فيش توصيفات واضحه قوي لفكره التحرش، طب خدش الحياه، طب هاتك العرض، وبالتالي كل هذه العوامل بقى بتؤدي لانه في النهايه في كمان يعني تواطؤ مجتمعي على فكره انه معلش يعني هو حصل ايه يا ستي عديها، هذا التواطؤ كمان بيساعد في انه الظاهره طبعا تنتشر. طيب تعالي بقى نشوف لمرحله التسييس هنا او دخول الموضوع في نطاق منظم اكتر، اللي هي الاحداث اللي بتحصل في الميدان وما حول الميدان. في الحقيقه احنا فشلنا في اننا نحدد بالظبط لحد النهارده، لا احنا ولا الدوله، مين هم اللي بيوروا بالظبط وراء الافعال دي، مين بيقوم بيها بالظبط جوه الميدان، جوه الميدان هل هم كيانات منظمه، هل هم بلطجيه، هل هم مين، ما تقدريش بالظبط تحددي طيارات معينه قامت بهذا الفعل، ولا تقدري تحددي هم فعلا زي ما استاذ احمد بيقول ليه بيقوموا بده، ايه الهدف من ان هم يعملوا ده، هل هو تشويه الميدان، هل هو اقصاء النساء، هل هو بس ده على يعني فوضى، اشاعه الفوضى في الميدان بمعنى ما، بس بيتم استغلال اجساد النساء. اذا قلنا انه التحرش الجماعي ده بيحصل في الميدان بس، لكن هو في الحقيقه انت بداتي كلامك بانه ده حاله في المجتمع كله بالظبط، وبيحصل طبعا في الحالات العامه. يعني احنا عندنا وقائع وسط البلد وجامعه الدول وما حدث فيها من تحرشات جماعيه كانت بتقول ان في طبعا يعني رغبه في مضايقات للنساء، او انه التحرش بيتطور في المجتمع لدرجه انه يحصل ب اعداد كبيره، بس في الحقيقه انه في الاعداد الكبيره وخاصه في وقائع جامعه الدول ووسط البلد كانت بتبقى شباب كتير بيتحرشوا بمجموعه بنات، لكن اللي بنشوفه في الميدان هو مجموعه شباب كتير بيتحرشوا ببنت واحده او بيستهدفوا بنت واحده او بنتين، غالبا الحقيقه ما بتكترش عن كده، بنت او بنتين وحوالي بقى مئات بيتجمهروا في انهم بيحاولوا يعملوا كمين حواليها ويحاصروها، فتبقى هي حتى قبل مرحله التحرش هي هتختنق اصلا من العدد وكل حد فيهم بيعمل حاجه، ونص دول بيحاولوا يفهموها ان هم بيحبوها بالظبط. هي بقى هنا كمان بقى الكارثه الاكتر، ان احنا كنا في الميدان في الاول بنبقى مطمنين ان اللي حوالينا لما بيقولوا انهم بيحمونا هم بيحمونا فعلا وفعلا بيشتغلوا على حمايتها، لكن انت دلوقتي في مرحله انه اللي بيقول ان بيحميكي هو نفسه بتكتشف في الاخر انه بيتحرش بيكي، وانه المجموعات الازمه انه المجموعات الصغيره المتطوعين الصغيرين اللي هم بيحاولوا فعلا يقوموا بدور الحمايه هم في الحقيقه عزلة بدون سلاح كمان، لان هم نازلين يعني بالاصل نازلين لمبادئ الميدان اللي هي السلميه، فبيفاجئوا بان في مجموعات حواليهم كمان بتبقى تحمل اسلحه. برضه مش هقول لك احنا نعرف مين دول، لحد دلوقتي احنا ما نعرفش هي قوات من مين، طيارات من مين، بس في الحقيقه انه لما تشوفي التعامل مع النساء بالوضع ده في علاقته بسياق بقى ما حدث مع النساء من بعد الثوره، تهمشهم من الحياه السياسيه، تهمشهم من الوزارات، تهمشهم من الوضع، محاوله صياغه دستور لا يعني يتجاهل قضايا النساء بشكل واضح، محاوله تجاهل النساء في الجمعيه التاسيسيه لصياغه الدستور، لما تشوفي في السياق العام تهميش النساء من الحياه السياسيه، تحاولي بقى لازم تقري الصوره في علاقه انه طب كمان بنعمل اقصاء للنساء من المشاركه السياسيه حتى على المستوى الشعبي، اللي احنا بنقوله ده المستوى الشعبي مش بقى على مستوى الحكومات، فلازم كمان تقري الموضوع هنا في علاقته بده. نعم. بس ومين بقى بيديره محدش عارف. طيب استاذ احمد انت رجل قانون، ممكن تعرف لنا قانون العقوبات، هو شايف ان دي جريمه في الاول تحرش، هل التحرش جريمه؟ طبعا موجوده في القانون وليها كذا صوره وليها كذا عقوبه، ليها كذا صوره. يعني في تدرج تشريعي في المساله بتحمل كذا صوره عشان تغطي جوانب المساله كلها. يعني المساله تبدا من خدش الحياء وتبدا من التعرض لانثى في الطريق العام وتستمر في التصاعد لغايه هتك العرض، يعني بننتقل بها من جنحه لجنايه. الجانب التشريعي فيها مش محتاج اي تدخل، يعني انا دايما اسمع يقول لك ايه تشديد العقوبه، تشديد عقوبه ايه؟ انت عندك بدءا من تشريع عقوبات جديده برضه لايه؟ يعني انا عندي عقوبه هتبدا جديدة. من شهر لثلاث سنين في الجنحه وتدخل لخمس سنين في الجنايه. طيب عايز ايه؟ شهر لثلاث سنين، تمام؟ كل حالات التحرش اللي بنسمع عنها ديا سواء في الميدان بره الميدان، حالات تحرش فردي، حالات تحرش جماعي، كم واحد خد ثلاث سنين؟ لا مفيش ولا واحد. عشان كده لما نيجي نتكلم ما نقولش دايما الجمله الشهيره الشعار اللي بيترفع في التوقيت ده تشديد العقوبه، تشريع جديد. العقوبه لا موجوده، العقوبه موجوده، ما بتتنفذش ليه بقى؟ عايزين اليات التنفيذ. ليه مش بتتنفذ بقى؟ ليه؟ لان التواجد الامني في الشارع يكاد يكون صفر. وده مش من بعد الثوره، ده من قبل الثوره. في ازمه عند وزاره الداخليه انها من سنوات طويله موجهه ناحيه العمل السياسي مش العمل الامني. وزاره الداخليه بس لما واحد يتحرش بواحده والواحده دي تجيب المتحرش والشهود وتروح بيه الاسم،
ليه مش بيتم اتخاذ الاجراءات يعني؟ ما احنا الموضوع عندنا على محورين. طيب. على محور التواجد الامني او الـ او الـ او ضبط اداء الشارع الامني، وبين الثقافه. يعني في المشكله انه بيتعامل مع الجريمه دي على انها جريمه من النوع غير ذو اهميه، مش مهمه يعني خلاص معلش حقك علينا، بياخدوا الموضوع ببساطه، ما هياش جريمه قتل يعني، ده عيل صغير وطقت في دماغه، اصله مراهق، بينظر لها نظره ان هي جريمه هايفه، مش دي اللي تستاهل البحث الجنائي بتاعه. من الناحيه الثانيه، عدم التواجد الامني في الشارع بيسهل لاي حد في غرضه حاجه انه يعملها، لانه مش شايف قدامه اي انذار بانه لو عمل حاجه احتمال يتعرض لمشكله. في كل دول العالم في حاجه اسمها تواجد امني داخل الشارع. حضرتك لو شفتي اي فيلم امريكي هتلاحظي ان في عربيات دوريه بتاخد جوانب المفارق بتاعت الشوارع، وكلها مرتبطه بشبكه واحده، اقرب حادثه بتحصل بيتبلغ اتجه الى الشارع رقم كذا، غير ان هو نفسه راصد حركه الشارع اللي هو واقف فيه. اختصاصه عام، مخالفه مرور اختصاصه، حاله تحرش اختصاصه، حاله سرقه اختصاصه، هو رجل الامن في هذا المكان. احنا عندنا الامن كله واقف تشريفه، واحد رايح المطار، واحد جاي من المطار، واحد طالع من الوزاره، واحد تمام. بس لما بتروح لهم بقى لغايه عندهم الضحيه بالجاني بالشهود، ما هي الفكره ان 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 الضابط اللي داخل وزاره الداخليه كمان اتربى على اللي الوزاره علمته فيه، هو مهتم جدا بانه عنده تشريفات طول النهار بينزلها، فشايف الحاجات دي ملهاش اهميه. دي ملهاش علاقه بالداخليه بس، دي ليها علاقه ما هو متلقي البلاغ، هي دي الرجولة. يعني واحد جايال واحده اتهتك عرضها، هو شايف ازاي ان دي حاجه مش جريمه؟ ما هو مش شايف. لو ضغطت وقلت لا انا متمسك بحق هعمل محضر حياه، انما هو مش مدي للمحضر اهميته. يعني شايف ان هو مش مهم. ضابط المباحث مثلا عنده دايما تقاريره اللي بيترقى عليها واللي بياخد مكانته فيها في المباحث، القتل والسرقه والبتاع، مش هتقلع. فبالتالي دي جريمه من الجرائم العاديه اللي بتحصل في الشارع، احدفها على النبطشيه. نعم. استاذه مي، قولي لنا من التجارب اللي وصلت لكم كده، ازاي بيتم التعامل مع الحالات اللي بتصر انها هتاخد حقها؟ طيب خليني اقول لك طبعا انه مساله، بس ابدا بمساله القانون، انه القانون هو بالفعل في قوانين، وطبعا قانون العقوبات مغطي النقط دي، بس احنا مثلا حاولنا نعمل مبادره ان احنا نقدم مقترح بمشروع قانون تاني، لانه يبقى اضافه باب خامس لقانون العقوبات اسمه باب الجرائم الجنسيه، يتضمن بقى كل المصطلحات اللي ليها علاقه بالتحرش وبالاغتصاب، وفيها حتى مذكره لضحايا الضحايا. استاذ احمد بيقول ان في قانون بالفعل. بصي، في مشكله في المصطلحات شويه، ضباط الشرطه مثلا او اللي بيقوموا بالبلاغات ما بيقدروش يعني يفسروا من الحاله يوصفها ازاي، ولذلك كان مهم ان احنا مثلا نوضح بالظبط ايه مفهوم هتك العرض، ايه مفهوم خدش الحياه، ايه مفهوم التعرض، ايه مفهوم الاغتصاب، ايه مفهوم الاغتصاب اللي بيقترن بخطفه وبيقترن بمثلا اغتصاب المعاقات ذهنيا مثلا او اللي عندهم. كمان قدمنا فيه فكره انه امتى ممكن نستخدم حالات الرأفه، وامتى الحالات اللي يبقى صعب فيها نستخدم حالات الرأفه، وهل ننزل بيها درجه او ننزل درجتين ولا ايه بالظبط. طبعا انا مش قانونيه، لكن انا بقول لك من واقع خبره المجموعه القانونيه اللي اعادت المشروع، هما كانوا شايفين انه يا ريت انه تبقى في حاجه مضافه فتوضح اكتر التفاصيل، عشان ما تبقاش في حجه لا عند القاضي ولا عند اللي بيقوم يعني بتحرير البلاغ في توصيف الجريمه. هنا بقى ندخل على مساله كمان الاجراءات اللي بتتم في حالات مثلا التحرش، ودي حقيقه هي يعني تقريبا مكمن الخطر. الاجراءات هنا مساله مثلا لو التحرش، عشان تروحي القسم لو ما معكيش شهود وما معكيش الجاني اللي قام بالموضوع، تبقى في صعوبه تامه في مساله الاثبات. لانه هتثبتي زي التحرش مثلا مش زي مشكلته عن الاغتصاب، الاغتصاب سهل تثبتيه، في طب شرعي وفي تحقيقات وفي حاجات وفي شواهد على الموضوع ده، لكن التحرش بيبقى في الغالب صعب جدا انك تثبتيه. لو تحرش باللفظ او باللمس مش هتقدري تثبتيه، غير يا اما يكون معاكي شهود يا اما يكون معاكي جاني وبرضه يكون معاكي شهود. وساعات تروحي القسم فيقول لك، فتقولي للضابط وتبلغيه بالظبط الحاله اللي حصلت، فيقول لك طب انت تكتبي تعهد بانك تقدمي عنوان وعنوان عمل او منزل واسم المتحرش عشان نقدر احنا نبحث عنه ونجيبه. طب انت ازاي تعملي ده؟ وده كان بيحصل فعلا معانا. ازاي نكتب تعهد ان انا اجيبه؟ واحد اتحرش بيا وجري، هعرف كل التفاصيل دي عنه ازاي؟ طب هم هيجيبوه ازاي برضه؟ ماشي، ما هو انا بقول لك بقى هنا يعني هنا بقى في لازم يبقى في
يعني تغيير اجراءات كمان ال 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 طب الاجراءات ممكن تساعد ازاي في الحته دي؟ هي في التحرش انا بقول لك ان هي طبعا في التحرش بتبقى فيه صعوبه بس كمان يبقى فيه فكره انه احنا عندنا خوف من المجتمع مثلا من ان احنا يعني وده طبعا ده له اثر تاريخي ان احنا نروح القسم. فانا ممكن يبقى واقف جنبي اتنين تلاته وده اللي انت لسه كنت بتقوليه وشايفين الواقع بس لما اقول لهم طب يا جماعه حد يروح معايا القسم يشهد فتلاقي الناس تقول لك لا ما مش اصل انا عندي معايا طب فتلاقي برضو عندنا خوف كمان من دخول القسم لو انه الاجراءات في القسم وقت واجراءات تضيع وقت وتقعدي وبعدين تحكي بقى كمان انت قدام الضابط النبطشي والنيابه والضابط الحائط فتفضلي بقى انت نفسك تسترجعي ذكريات الحادثه دي سواء كانت تحرش او طبعا الاصعب انها اغتصاب كذا مره وبكل دوت انت مضطره انك تقولي للشهود اقعدوا معايا عشان تشهدوا على الواقع في كل ده فطبعا الناس يقول لك طب انا هضيع وقت ومش بعيد بقى اخرج من القسم سليم وما لو ما اخرجش فتلاقي انه حتى الاطار العام بقى في التعامل مع الحالات دي بيخلي حتى الشهود يتراجعوا. ما عندكوش اي حاله استطاعت بالفعل انها تعمل محضر ويتحكم في الموضوع؟ عندنا طبعا احنا كنا ماسكين اول قضيه خالص يعني حصل فيها حكم احنا بالنسبه لنا هو حكم تاريخي هو اخذ 3 سنين كمان وخد غرامه اللي هي نهى رشدي. ونهى رشدي طبعا كانت قضيه مشهوره جدا هي اثرت وطلعت فوق العربيه لان هو اتحرش بيها وهو ماشي بعربيته وهي راكبه قبل الثوره طبعا واصرت انها تمسكه واصرت انها تروح القسم بيه وشهود يعني في الحقيقه راحوا معاها لما لقوها مصره جدا على انها تروح والاسم مرضيش واصرت برضو انها تفضل ورا الموضوع وتحرر والموضوع وصل للقضيه وكان في حتى حمايه في الحقيقه حتى يوم الجلسه يوم جلسه الحكم ما دخلوش الجاني خالص في القفص لانه كان في الحقيقه حشد كبير جدا من النشطاء والنشاطات والجمعيات بيدعموا قضيه نهى رشدي في شجاعتها في الحقيقه لانها خبره واصرار على انها تاخد حقها وحق بقى غيرها اللي كانوا خايفين طول الوقت من انهم يقدموا على الخطوه دي. حكم واحد في وسط كل حالات التحرش في الحقيقه انه في احكام بقى بعد كده بس بتيجي مخففه بتيجي غرامات ده لو وصلت القضيه وما اتحفظتش في النيابه لو وصلت كمان لانها بقت اتحدد لها جلسه واتحكم فيها. انت برضو كنت بتقولي قبل الهوا على اتنين بالظبط في حاله منهم راحت القسم والظابط مرضيش يعمل لها المحضر وشاف انه الموضوع ده فعلا موضوع يعني ثانوي ومش مهم كانت يعني معاها اللي اتحرش بيها؟ ما كانش معاها لا قولي لي على البنتين اللي تم تحرش بيهم دول كانوا في بنتين وفي شارع الشريف وكان في مجموعه من البياعين اللي هم بيقفوا في شارع الشريف بيقفوا قدام محلاتهم عشان يحاولوا يستقطبوا الزباين جوه المحلات فاتحرشوا بالبنتين دول وهم ماشيين والبنات يعني الولد تقريبا كان خلاص اوشك على انه يعني هيحضنها مثلا فالبنات طبعا صرخوا وزعقوا وشتموا فاللي حصل من انه المتحرش وزمايله اللي واقفين البياعين اللي واقفين بداوا يشتموا البنات ويضربوهم عشان اعترضوا على التحرش بالظبط وواحده منهم محجبه قلعوها طرحتها وجابوا عصايه من راجل كان ماشي كبير وضربوهم ده عشان هم اعترضوا على واحده من البنتين دول كانت محجبه واحده منهم كانت محجبه وهي اللي تم التحرش بيها بالمناسبه ولما راحوا القسم طبعا بعد مرور بقى مع كذا اسم ولا ده مش دايرتنا لا مش اختصاصنا لو روحوا اسم تاني لما راحوا وكتبوا بيانات الولد بالظبط فين مكانه وفين وقعت مكان الحادثه بالظبط وراح الامين فعلا جاب الولد لانه كان الشهود بقى في المنطقه كلهم عرفوا طبعا لما حصلت الخناقه والضرب وكده فجاب الولد وراح بيه القسم وما كان من الامناء والضباط غير انهم بداوا يتكلموا مع البنات المتحرش بيهم على انهم يتصالحوا وانه اهل الولد جيفة طيب عشان اهله عشان غلبان عشان اكل عيشه طب ده شاب طب تاخدوا فلوس وتتنازلوا عن المحضر فطبعا هم كل ما تزيد المغريات كل ما يزيد عندهم بعدين يعني ده حقنا ومش هنتنازل احنا كمان اتضربنا واحنا فبدا هو كمان المحامي بتاعه جه واقنعه انه يعمل لهم محضر سرقه فتخيلي انك حتى لما بتروحي بقى القسم وتقرري انك تاخدي هذه التجربه اللي مش كتير طبعا بيقدموا عليها الاسباب اجتماعيه وثقافيه كتير بتلاقي انه في هناك يعني عوائق كتير جدا عشان انت تتعديها كلها وتوصلي انك تعملي محضر كارثه. استاذ احمد طبعا بعد ما سمعنا القصه الطويله دي يعني من باب اولى مش من باب الرجوله بس من باب حتى مسؤوليه الضابط دون حتى لو عايز يخلص يعني هو شايف انه التشريفه اهم والقتل اهم والحاجات دي اهم من هاتك العرض فالمفروض يعمل المحضر دون لكن هو اللي اختار انه يسوف في الموضوع ويطول فيه ويحاول يتصالح ويقنع البنات الاول وما اعرفش ايه ومنهم واحده محجبه انا اسمع الاجابه من حضرتك على الطريقه دي في التعامل داخل الاقسام تجاه جريمه زي جريمه التحرش لكن بعد ما نروح لاستطلاع لراي الناس حوالين ظاهره التحرش ونرجع تاني. التحرش خاصه في التظاهرات يعني والله حضرتك بالنسبه لظاهره التحرش هي بترجع
لأساس لبس البنت أو لبس المرأة. كلما كانت البنت أو الأخت لابسة لبس فضفاض، لبس طيب أو ملتزمة بشرع الدين، شرع الله تبارك وتعالى، اتيالي ما فيش حد هاي، ما فيش حد هيجي ناحيتها ولا حد يتحرش بيها. إنما دي ظاهرة طبعا، بنت بتلبس لبس يخالف الله ويخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى، وبتمشي بتضطر إن هي تخلي أي حد يبص لها. إنما لو هي ملتزمة ومشية محترمة ما استحالة. حضرتك شايف الغلط من عند البنت، من عند البنت او من عند الست اللي هي مش ملتزمه بشرع ربنا سبحانه وتعالى. احنا الشعب كله مسلم، كل الشعب المصري سواء كان مسلم او مسيحي، كل واحد ملتزم بالدين بتاعه، كل واحد بيحافظ على اهل بيته. المجلس القومي للمراه بيعد حاليا لمشروع قانون لتجريم ظاهره التحرش، يعني راي حضرتك ان ده ممكن يساعد من تقليل هذه الظاهره ولا لا؟ يعني هل حضرتك، هل قرار المجلس القومي للمرأة هل هيمنع واحد أو واحدة مثلا حضرتك بتذهب مثلا للتحرير أو تبات في التحرير في مظاهرة، أأيد إن دي مثلا أول حد يتحرش بيها؟ كل ما كانت في تجريم، يعني اللي هيتمسك في ظاهرة التحرش هيبقى في عقوبة هتطبق عليه. يعني هل حضرتك هيتمسك إزاي؟ هل اللي بيتحرش ده هيتمسك إزاي؟ لو حد سلمه للشرطة يعني. أنا أرى حضرتك إن تطبيق شرع ربنا تبارك وتعالى هو اللي هيظبط الشغلانة دي. إذا شرع ربنا اتطبق، لو واحد هيتحرش بواحدة ولا واحدة هتشتكي من واحد، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى التوفيق لمصر وإنها تسير للأمام، وبلاش مظاهرات وبلاش اللي بيحصل ده، إن الوضع يعني بقى يحزن وأنا بقيت حزين. نسأل رأي حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبة للأستاذ اللي كان بيتكلم ده، اسال حضرتك يعني رايك انت في انتشار ظاهره التحرش، وازاي ممكن نحل الحد من انتشار الظاهره دي. ما انا بقول لحضرتك بالنسبه للظاهره دي احنا اول مره نشوفها واول مره نسمع عنها واول مره نعرف يعني ايه تحرش. سليم، التحرش ده بيبقى دي ظاهره اول مره مصر تسمع يعني ايه تحرش. سليم، اختك، امك، جارتك، كان كل الشعب المصري كان بيخاف على الست المصريه. دلوقتي التحرش ده مين السبب فيه؟ هل المرأة زي ما الأستاذ كان بيقول؟ لا لا، دي بترجع لإيه؟ لعوامل تانية، عوامل نفسية، عصبية، خدت بالك، ضغط في المجتمع اللي احنا شايفينه دلوقتي الحالي ده، مش مجتمع احنا عايشين فيه، دي غابة، غابة. ومين بقى اللي عمل الغابة؟ ربنا، منه ايه؟ منه لله، ده اللي احنا نقدر نقوله. لكن قانون، احنا بنأيد القانون ايا كان، طالما هيحافظ على الست المصرية اللي هي أمي وأختي وبنتي، انا بايده كامله. مفيش بقى لا ايه، لا قلت نطبق شرع ربنا. احنا كلنا مسلمين الحمد لله رب العالمين. سليم، مسيحي مسلم، كلنا مصريين مصريين متدينين مصريين. لا انا هسمح ان واحد يجي جنب بنتي ولا اختي ولا جارتي، سليم، ويتزنق فيها الظاهره؟ كلنا بنتظاهر، اي شعب في العالم كله بيتظاهر، ما سمعناش عن الموضوع ده. حضرتك رايك في انتشار ظاهره التحرش، وازاي ممكن نقلل انتشار الظاهره دي او نمنعها؟ هو رايي اصلا المفروض الامن يرجع، الامن هو اللي فيه، بسبب الامن هو اللي عامل الموضوع، الظاهره بتاعت التحرش الجنسي ديت، والتحرش بالبنات سببها الشباب مش البنت، ولا العامل زي ما الاخ ما بيقول العامل البنت لابسه ولا مش لابسه. لا، طب ما انا المفروض البنت لابسه مش لابسه، ده اعتبرها اختي، امي، اي حد، جارتي. انما هو موضوع التحرش اساسا يعني انا